طب انا هقول لكم على حاجه. احنا عملنا ال 20 كيلو الاولين من محور المحموديه، وكانت كل الناس بتشتكي، وعلى الجرايد ومواقع التواصل ويقول لك بتهدوا الجوامع، حرام عليكم يا مسلمين. يا سيدي هنرجع الجوامع تاني، وهنرجع الكنائس تاني، بس هنرجعها صح. انت بتهد اللي موجود وبعدين تعمله تاني عشان توصل للي احنا عملناه في المحور ده. وانا بكلمكم كده بقالنا 3 سنين او 2.5 سنين شغالين في امتداد محور المحمودية ال 55 كيلو. 55 كيلو عشان اوصل لغاية البحيرة، عشان تبقى انت من اسكندرية تكمل المحور ده لغاية البحيرة، محور جديد. يقول لك البلد بتحب الطرق. لا، بتحب الطرق ايه؟ انتوا مش واخدين بالكم يعني ايه بلد ولا ايه؟ البلد حاجة تانية خالص. الدولة حاجة تانية خالص. الدولة زي ما الدكتور مصطفى كان بيقول كده، في تخطيط. التخطيط ده بيقوم بيه علماء ودكاترة جامعة ودكاترة في الوزارات المتخصصة أو المعنية، وبتحط تصور. لو قدرت الدولة تعمله خير، ما قدرتش بيبقى خطط على ورق. ولا أنا بقول كلام؟ طيب وأنا بعمل بقى عشان أكمل موضوع محور المحمودية ده، لا أنا بقول كلام أنتوا عايشينه معانا. أنا بكلم الناس بتوع اسكندرية، واللي هو هشام أمنة موجود كان محافظ البحيرة، وجي قال لي يا فندم أنا عشان أشيل الناس اللي موجودة على محور المحمودية في الجزء بتاع البحيرة عندي، أنا عايز 800 مليون جنيه، صح كده؟ مش كده يا هشام؟ عايز كام ده من 3 سنين؟ صح يا دكتور؟ الحكومة وفرت ال 800 مليون، وشلنا كل التعديات اللي كان. أنا بقول إيه؟ التعديات. بس كان في قدام التعديات ديت حاجة احنا قلنا عليها تعويض اجتماعي يا دكتور. يعني ايه تعويض اجتماعي؟ ما قلناش ان اللي تعدى ده الارض مش ارضه وعلى حرم الترعة، ولا قلنا لا، لان احنا ما نقدرش نسيب الناس دي بالطريقة، فاديناهم شيء من التعويض. مش كده يا هشام؟ عشان احنا بقالنا 3 سنين بنعمل 55 كيلو. بنعمل كم؟ 55 كيلو. طب لو النهارده ال 55 كيلو دول انا بعملهم في اي ارض صحراويه كده ياخد مني 6 اشهر. احنا بدانا اسكندريه الطريق من حوالي 4 5 شهور. اللي ان شاء الله قبل العيد ده هيكون مفتتح الجنب اللي هو الوصله اللي هي من القاهره لغايه اسكندريه، اللي هو اللي رايح 170 كيلو و20 كيلو من اللي راجع. اتفضل يا شاهد. أنا بقول لكم الكلام ده هنا ليه وإحنا قاعدين مع بعض؟